يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة حاراً رطباً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 33 25، مطروح 30 23، بورسعيد 31 26، والإسماعيلية 35 24. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25، العريش 32 24، طابة 36 26، شرم الشيخ 40 29، والغردقة 41 29. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 40 25، حلايب 36 29، وأخيرا شلاتين العظمى 31 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.